شايف مين ممكن يبقى بديل لموسيماني بعد رحيله؟ هو طبعا الاول شايف ان هو رحيله دي حاجه يعني حاجه خصوصيه ليه او ترجع له هو، واللي يمسك مكانه فايلر ده الاحسن. شايف ان ممكن يبقى مدرب مصري هيبقى احسن للفريق؟ لا انا من وجهه نظر انا شايف ان هو فايلر ممكن احسن واحد يمسك الفريق دلوقتي. هو طبعا في كذا حد، بس انا شايف ان الانسب يبقى اللي هو ريني فايلر، عشان هو يعني بتبقى كورته حلوه ولعبه حلو، وهو يعني كان ليه تجربه سابقه في الاهلي ففاهم الدنيا يعني. شايف ان مدرب اجنبي احسن يمسك النادي الاهلي احسن ما يبقى مصري؟ طبعا، عشان هما الاجانب بيبقى عندهم خبره اكتر يعني وكده. في كتير، حسام البدري ما كانش وحش، بس حسام البدري بقى ممكن ما يدربش الاهلي تاني، والمدرب اللي هم اللي محمود الخطيب ده مرشحه برده حلو، يعني مدرب يعني متميز، والمدرب اللي مشي قبل موسيماني برده حلو، بايلر حلو، يعني هو في كتير، بس هو موسيماني ما ينفعش مدرب، هو مدرب ما ينفعش، ما خدش ولا بطوله دوري في من ساعه ما قفش. شايف اللي يمسك الاهلي مدرب مصري ولا اجنبي؟ انا ارجح مصري. والله هو ممكن فايلر، بس هو فايلر يعني هو كمان مشي، انا مش عارف هو مشوه ليه، يعني هو الراجل يعمل ايه تاني طيب عشان يفضل قاعد. شايف ان يمسك النادي الاهلي مدرب اجنبي ولا مدرب مصري؟ لا مين المصريين هيمسك، مين من المصريين هيمسك النادي الاهلي او المنتخب عامه يعني؟ ما لا ما مش عارف الصراحه، مش شايف، لا شايف حد مصري ممكن يمسك النادي او النادي الاهلي او المنتخب عامه. فايلر الصراحه لا كان ممتاز، بس لا هو مش هيرجع، هو خلاص ما اعتقدش انه هيرجع تاني. والله هو النادي الاهلي خسر موسيماني، والراجل ما قصرش مع النادي الاهلي، وممكن فايلر هو اللي ممكن يمسك مكانه، ده انسب واحد يعني. شايف ممكن يبقى حد من مصر يمسك النادي الاهلي؟ ما هو مش معقول ممكن يجيبوا حسام حسن، لو ينفع يجيبوا حسام حسن. بالنسبه للمنتخب انا شايف ان ايهاب جلال، يعني الراجل طبعا شال شله تقيله، وهي تقيلة عليه طبعا بسبب الاتحاد، وبرجو من المسؤولين ان هم يقيلوا الاتحاد كله، لان الناس كلها في الاتحاد هتضيعوا الكوره يعني. هو شايف قرار سيء جدا من الاداره، بس هو قرار مفيد ليه هو، عشان كان من اول ما جه ما هو شغال تناقضات وانتقدوه جامد جدا، عشان هو افريقي مش اكتر. شايف مين ممكن يبقى بديل ليه؟ ما فيش حد صراحه، مش لا اي حد هيجي ينتقد الاداره، عشان المدرب اللي قبل منه عمل اجزاء كتيره جدا وما خدش حقه ومشي، يعني اي مدرب هيجي يقول انا هعمل ايه تاني اكتر من اللي موسيماني عمله عشان ارضي الاداره وارضي الجمهور. شباب هو كان محتاج تدعيمات في الجهاز الفني بتاعه، وتدعيمات لعيبه كتيره جدا، عشان في لعيبه كتيره مستواها اقل، والاصابات الكتيره اللي حصلت، ومن اول امم افريقيا هو ما لعبش بقوامه الاساسي كله اصلا، يعني مكشويه سولايا اتصاب، بد ونون بقاله 6 شهور ما لعبش، اكرم توفيق، محمود متولي لعيبه كتيره جدا، المفروض يديله حقه القوام الاساسي كله يكون موجود، وبعد كده نحكم عليه، ويعني كويس اللي هو وصل النهائي بقوام ضعيف يعني.